الذي شب في مكان عمل رجل الأعمال الشاب ألب أوزدور تم إطفاؤه الآن، ولكن الجثة التي خرجت لم يتم تحديد هويتها حتى الآن. المسؤولون يعتقدون أن الجثة تعود لي ألب أوزدورك. فورا رح ابعت لك أوزلم، جيبوا لي قدرة لعندي والبقية يروحوا على أقسامهم. والله لا أخذ روحي، والله لا أخذ روحك يا حبيبي. أوكتاي هدي العالم. معلمتي روحوا شوي، خلص اتركوها تعمل اللي بدها اياه. عايشة تحكي خلص، رجعوا على مكانكم بسرعة. قدرة خلص بكفي. فيبا علي معلمتي. كل وحدة على قسمها، كلكن تحركوا على أقسامكن بسرعة وما حدا يتحرك لأعطي أمر. اتركوها أنا باخذها، بدها تشوفها زيرين خانم. يلا تفرقوا، يلا بسرعة، يلا يلا بسرعة. يا مجرمة انت اللي عملتيها. شربي يلا. هي اللي عملتها، هي الحقيرة، هي اللي قتلته لابني. أنا بعرف إنه هي اللي قتلته. مين؟ هي قالت لي، قالت رح خليكي تدوقي وجع الابن، قالت وعملتها. مين؟ هي عملتها، اللي اسمها دينيز. مسكتني وقالت لي ما رح أقتلك أنت، رح خليكي تدوقي اللي دقته وهي عملتها. قدرات ما في شي واضح لهلا. طيب جربي اتصلي فيه هلا. هاي التليفون، يلا يلا. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. رقم مسكر، ما عم يرن ما عم يرن ما عم يرن. طيب ما في حدا تاني ممكن تتصلي فيه، رفيق أو مثلا أو حدا قريب منه؟ في، يلا. يا حبيبي إن الرقم المطلوب. أنا مسكر هذا ابني. يا روحي أنت، يا قلب، يا ابني، يا عمري، يا حبيبي. هي اللي عملتها. عم خبرك من هلا حضرة المديرة. اسمعي شو رح أقول أنا، بس ما رح أسمح لها لهي المرأة تضل عايشة. اسمعيني، ما في شي واضح لسه، ايه؟ تمام؟ أنا؟
رح شوف شو الموضوع، وهلأ رح حاكي قوى الأمن وآخذ منهم خبر عن ابنك. توثقي فيني ولا لا؟ بوثق فيكي، اتصلي فوراً. بوس إيدك، تتصلي هلأ. بوس إيدك. أسلام، اخدي قدرة على المستوصف ترتاح شوي. تعالي قدرة. وأنا كيف بدي ارتاح ولك؟ تعالي. أنا خسرت ابني يا عمري، يا قلبي، يا روح أمك. قلب حبيبي. يا ربي دخيلك، الله بيعطي قلب الأم نفسه لعصفور الدوري، وبيعطي الأمومة كمان لذئب شرس. أي والله معك حق، يعني لساته شب صغير، عن جد هو بيزعل. تعرفوا أنا برأيي رح يكون حدا من أعداء قدرتي اللي عمل هيك أكيد. قديه بتكون دينيس فرحت؟ لو أنا مكانه والله كنت فرحت. العدالة الإلهية. لا يعني نحنا ليش موجودين هون غير لأنه عاقبنا ناس أزونا؟ معك حق، بس انتو شو مفكرين؟ بتعرفوا انه دينيز وقت وصلت لهون كانت مرأة قلبها أبيض ونظيف مثل الملاك؟ ايه صح. ايه وهلأ صارت عم تفرح بالموت. كلنا هون تغيرنا بسبب هاي الشيطان اللي اسمها قدرات تعفنت قلوبنا. الله ياخدها. وين دينيز؟ فاتت على غرفتها وما عم تطلع. عملناها بنتي، نحن عملناها. شفتي؟ أبوكي كمان بحب بنته كتير. نحن انتقمنا لك. شو صار دينيز؟ كيف يعني شو صار؟ انتي اللي عملتيها؟ ايه انتي، ها؟ ايه عملتها عزراء، أنا اللي عملتها. أنا طلعت برات حيطان هذا السجن ورحت حرقت مكان شغل قلبه وإجيت لهون. أنا عملتها. بتعرفي منيح شو قصدي باللي عم قوله. أنت إلك إيد بالقصة، مزبوط حكي؟ وشو بدك تعملي؟ بدك تنتقمي لأبن قدرات؟ لا تحكي هيك، أنا عم بحكي كرمالك ومشان مصلحتك، مفهوم؟ أنا كمرة لازم قلك مو إليك هذا الطريق للي مثلنا سيء. بس أنا ماني مثلكن، أنا ماني مثلكن من أول الطريق، من أول يوم هون، من أول يوم ما تركتوا شي ما عملتوا معي. أنا ما قدرت اهتم ببنتي، ما قدرت صونها. ما في شي بالدنيا أخطر من مرة ما عم تشوف بعيونها غير الانتقام. رح تأذي ورح تنأذى دينيز. شوفي، أنا خسرت شخص لهالسبب، وكل الوقت اللي رح أقضيه بالسجن ما رح أسمح أخسر حدا تاني منكن من جديد. عم تفهمي علي؟ لا أنتي ولا حتى أي حدا ما رح أسمح لكم. لهيك رجعي لوعيك. يا زملاء، الكل في عنده شغل إضافي اليوم، افتحوا عيونكم منيح، ما بدي ولا حادثة. وهلأ الكل يروح على شغله. عزراء، كيف دينيز هلأ؟ والله قدرات رح تنتقم منها وما حدا رح يقدر يوقف بيوشها. ايه أحسن لا تخرس وتاكل هوا، ما لازم نسمح لها نحنا. بس عزراء، انت كمان لا تضغطي كتير على دينيز يا روحي هالفترة، ماشي؟ بكفي جالي. دينيز ترعطوني، ها؟ ليكو اللي فيني مكفيني أساساً، أنا ما بدي اسمع باسم بنوب. ليش هيك عم تحكي؟ ابني، ابني راح. لسه ما في شي واضح لهلأ قدرت. راح ابني يا أسلام. وين الممرضات والدكاترة؟ وينها؟ اجت الممرضة. الله يرحمه، العمر إليك. شو هالحكي؟ لا تفاولي عليه، لسه لهلأ ما عرفنا شي. يلا خليها ترتاح شوي. طبعاً. يلا قدرت. راح أسلام، راح ابني، خلص راح ابني حبيبي.
روقي قدرات، لسه لهلأ ما تأكدنا من شي. ارتاحي وهدي أعصابك. تمام، يلا استرخي. عزلة، أويكو تعالي. ما بعرف وين أمي يا خالديني. ما شفتها يا أميرتي الحلوة؟ بتحبي جدلك شعراتك؟ ماشي تمام، تعالي. أنتي هون بنتي وأنا عم دور عليكي بكل مكان إلي ساعة. أنا ما بعرف وين أمي يا دودو. أمك مريضة شوي، هلأ رح تنام. يلا قومي تعالي معي، خلي دينيس ترتاح شوي. لا تركيها، أنا عم جدل شعراتها. إيه ماشي، امبارح كان حلو كتير وقت جدلتي. وبحطها من الوردات اللي بالحديقة على شعراتي، ما هيك دودو؟ شعور الأمومة بس تحسيه مرة ما بقى يروح، ما هيك؟ مظبوط دينيس، يمكن تعصبي بس والله قلبي احترق على قدرات. هي كمان أم، وهي كمان احترقت بنفس النار. مسكينة، هي مثلنا تماما، هي اللي شعلت هاي النار. مظبوط دينيس، زيرين خانم بدها ياكي فورا. لا ما بتقدر تجي، عم تجدل لي شعراتي. عم تجدل لك ياهم؟ رح روح هلا وبكمل لك بس ارجع، وعد. تمام؟ يا روحي. إن شاء الله يكون خير. اسمعوا، بدي موبايل بسرعة. يلا بسرعة. حسرت، أنتي شو عملتي؟ كيف بتعملي هيك شي؟ كيف بتحطي الموبايل بالغرفة؟ أنا ما حطيت الموبايل بالغرفة، فهمي علي. خرسي، أنتي عم تحكي هيك مشان ما أعصب صحيح؟ نسيتي مزبوط؟ عازو، إمتى أنا كذبت عليكي؟ قليلي إمتى؟ الله ياخدني إذا عم كذب. أنا حطيت الموبايل تحت الورود بالحديقة. والله مين حطه لكان؟ بحلف لك أنا ما بعرف نوب، والله ما بعرف. هيا خانم،
الله لا يوفقك ولا يعطيك العافية. ولك أنا متت هون وأنت ما عم ترد علي. ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ لأنه أنا سمعت أنه صار حريق بالمستودع وقالوا في شخص مات. يعني ما بتفكروا بوضعي أنا؟ ما بتهتموا فيني؟ خانم أنا قلت له لآن، بس قال هو ما بده يحاكيك. وشو مشكلته معي يعني؟ قلب ما منيح، ما عم يقدر ينسى إيجام لهلا، وكمان رح علق ببنت تاني. قل له يتصل فيني بسرعة. طيب أنا رح قله بس ما رح يحكي. إيه لكن اسمعني كتير منيح، نحنا بحاجة بضاعة هلأ. زوجنا جي رح يجي على الزيارة، عطيهم. يا خانم قلب رح يموتني إذا هيك، لكن خليها بالسر. وكمان قلب ابني في معه مصاري منيح، بس هو ما بيعرف شو رح يصير. بدك تحول لي المصاري لإلي. خانم وجدي لا تخليني عصب، عم تفهم؟ تعمل شو بقلك، يلا بسرعة. ها انت وين كنت لهلا؟ إلي ساعة ناطرك وجدي. شوفي عنا شغل، تعال تعال وجدي. يلا بدنا نحتفل؟ تماما، عيد ميلاد أوزجي. انت مهمتك تنفخ لي البولين ماشي؟ في شركات لهذا الموضوع، ليش لنتعذب فيهم؟ وجدي رح تنفخ البولين وحاج حكي فاضي. رح روح على الحمام بالأول. يلا بسرعة. كيف هي بتنعمي؟ وجدي بسرعة يلا. شو عم تعمل هون؟ عم دور عم قص وخيطان للبولين، بس أنا ما لقيتهم هون. أنا أخذت كل شيء لتحت. أمي في إيه؟ يلا تعمليهم؟ هالمكان خطير كتير، روحي منهم، روحي على البيت. أنا عم استناكي أمي، عم استناكي لتنتقميلي منه. رح أنتقي، رح أنتقي، بس أنا هون مربطة إيدي. رح أطلع من هون وانتقي. ليش لا تروحي لعنده أمي؟ خليه هو يجي لعندك. إيشا
إجام شو هاد؟ أمي شو هاد؟ شو؟ شو هاد؟ إجام إجام بنتي لا تروحي إجام لا تروحي إجام وينك؟ وين رحتي؟ إجام فوت. كيفك؟ منيحة. شعراتك طالعين كتير حلوين. حاجة تتمسخر بقى. حلو كتير، حلو كتير. خلص جمال. شو سويت؟ حليت موضوع قدرات؟ ما عم صدق. عن جد؟ هلأ قبل ما ودعك وروح من هون رح أعطيك هاي القطعة للذكرى. والله إنك رجال كتير ذكي، هالشي ما بيخطر على بال الشيطان. زوج مين أنا؟ خلاص. ليش هالبنت ما بتيجي تشوفني؟ هلأ مو فاضيت لك بنوب. شو هالحكي؟ الواحد ما بيجي يشوف أمه معقول؟ هي ما في عندها وقت، تعرفي عم تشتغل لأنه أكيد كانت رح تخبرك، بس خليني خبرك أنا، بنتنا في حدا بحياتها. عن جد عم تحكي؟ مين؟ قلبك. اوعك تفتحي اوزقي، تمام؟ تمام. يلا شوي شوي نطي. انت جاهزة؟ انا جاهزة. ثلاثة اثنين واحد. مفاجأة. قلب ما نسيت. يعني معقول انسى عيد ميلاد حبيبتي اوزكي؟ معقول انسى؟ اوه يا سلام، اليوم عيد ميلادي انا، يوهو. شو عم تحكي جمال؟ تمنع هالعلاقه فورا. شو صاير لك؟ ليش لحتى وقف بوشها؟ بعد هالشب عن بنتنا فورا، لازم تبعدها عنه، مفهوم؟ الشاب نظيف ومنيح كتير وبيحب بنتنا أوزكي. بتخبر أوزكي تيجي لعندي فورا جماعة. شو صاير لك انتي ناجية؟ شو هالحكي الفاضي؟ قلب معه هلأ امبراطورية قدرة كلها، وبتعرفي انتي هذا الشيء، منين رح تلاقي أحسن منه؟ جمال بترجاك جمال بعد هالشاب عن بنتنا بعده؟ طيب خبر أوزكي انه تيجي لعندي، بدي شوفها ضروري، لو سمحت انا بترجاك. انتباه انتباه، ساعد لزيارة. بترجاك جمال. حاجة حكي. يلا بخاطرك. عيد ميلادي أنا.
خلقت حبيبة قلبي أنا. شردت شوي بس حياتي. لوين بدنا نروح؟ مفاجأة. يوهو مفاجأة. هي أنا بحب المفاجآت. الخير لكل مستمعين راديو الأمل. ما رح سمعكم غنية بس هاد المساء. هالليلة رح أقرأ من كتاب بحبه كتير ورح سمعكم أحلى كلام، وإذا حبيتوه حسيتوه شدكم أكيد رح بتلاقوه موجود بالمكتبة. هلأ كلنا بدنا ناخد لمحة صغيرة عن حياة غريغور سامسا وعن قصته. سامسا استيقظ في ذاك الصباح الباكر وهو في سريره الكبير والدافئ، ووجد نفسه أصبح حشرة ضخمة، وهالشي بيشبه مشاعرنا لما نفيق الصبح. انتقلت نظرات سامسا إلى النافذة والوحشة التي في الخارج والهواء البارد. كان صوت قطرات المطر التي تضرب القضبان مسموعاً بقوة، وهذا أحزنه بشكل كبير. فكر وقال: لو أنام قليلاً وأنسى كل هذه السخافات، ماذا يحدث يا ترى؟ لكن احتمال حدوث هذا ضعيف. شوكولاتة؟ لأنه كان معتاداً على النوم على جنبه الأيمن، ولا يستطيع الالتفاف إلى جنبه الأيسر. ومهما فعل لكي يلتف إلى يساره، كان يعود ويتدحرج على ظهره مجدداً دون فائدة. جرب الشيء نفسه مئات المرات، أغلق عينيه كي لا يرى قدميه اللتين تتخبطان، وعندها بدأ يشعر في الجهة اليمنى بألم خفيف مخفي لم يشعر به من قبل، ثم قام بفتح عينيه. أيكو الحلوة؟ لا، وين راحي؟ أيكو؟ بنتي؟ أيكو؟ ها يونغا؟ تعرفي وين أيكو؟ أنا ما بعرف، ليش ما كانت معك؟ لا، أنا مفكرتها معي. بس رح تكوني عيني وإذني هون، إذا بيطير عصفور بالساحة رح أعرف، غير هيك ما بدك تميزي رفقاتك عن أي حدا. قلت هالشي منيح لأيكو كمان، بس ما كنتي رح تبعدي عنها أبدا. بتزرعوا وبتقطفوا. قرب، تعال خد بندورة، تعال شوف البطاطا، قرب على البطاط، قرب قرب على البطاطا، بطاطا تازة، بندورة تازة، قرب على الخيار، بطاطا تازة، بندورة تازة، خيار تازة، أزرف الخضرة عنا وبأرخص الأسعار، قربوا قربوا. ها أخي الله يعطيك، عندي كومة أولاد ناطريني بالبيت. نقي. بعرف ما رح تقدري تدفعي كالعادة. ليش هيك عم تحكي؟ تكسب ثواب هيك بتروح البركة. ها يا الله. الله يحفظك ويبارك لك. تعال شوف البطيخ، حمرة وحلوة البطيخة. أيكو أختي، شفتي لي أيكو؟ لا ما شفتها. ما شفتيها؟ وينك يا أيكو؟ يا ربي يا ربي تحميها يا رب. أيكو
أيكو! أيكو! انكسروا رجلي من المشي. شو صاير هون؟ ليش كلهم مجتمعين هون؟ شو صاير؟ شو في حدا منكم يحكي بقى؟ دودو خديجة حبيبتي اهدي شوي حبيبتي اهدي. ما في شيء. شو صاير؟ ليش الناس مجتمعين؟ اهدي شوي حبيبتي اهدي. بنتي شفتي لي أيكو هون؟ المديرة الجديدة أخذتها من شوي. أيكو! 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 وين كنتي بنتي؟ وين كنتي؟ شو قلت لك أنا؟ قلت لك وين ما بتروحي بتخبريني؟ دودو شوفي هالمكان الحلو رح يصير حديقة. خالتي زيرين قالت لي إنه رح تعطينا هذا المكان لإلنا، بس أنتي ما قبلتي. قولي لي ليش ما بدك يا دودو؟ شو هالحكي؟ بلا بدي. كيف ما بدي؟ أنا بدي كل شي بدك يا. أنا بعمل كل شي كرمالك. يا حبيبة قلبي أنا. شو قررتي هلأ دودو؟ مثل ما بدك حضرة المديرة. المهم ما تبعديني عن هالبنت، ما بقدر اتحمل بلاها. منيح انه اتفقنا. عيوني انا كتير مفتوحين. اخذت القرار الصح، هيك احسن اليك وإلي دودو. شو عم يصير؟ شايفة كيفك؟ ايه شايفة. اختي؟ ايه يلا ورجينا خبرتك. الكل ينتبه، الكل يهدى لو سمحتوا. اسمعوني، قطعت الأرض هي لإلنا. ورح نحول هالمكان لجنة مع بعض. اليوم رح يجي السجناء الرجال على السجن تبعنا. معقول؟ هدوء، خلص بكفي. هدوء، اهدوا. حتكون المسؤولة عن الحديقة هون دودو، وأنا هون ما بدي مشاكل بنو. بعرف إنكن رح تزرعوا الجمال بالحديقة، وإنكن رح تربوا الأمل، ورح تكتشفوا السحر الموجود بالتعاون. معك حق. بعد هلأ ما بدي كره أو حقد أو تعصيب أو جنون. ما بقى رح يصير جنون؟ عندي إيمان إنه أنتوا رح تنجحوا، لهيك موفقين. والحديقة مبروكة عليكم. عشتي. أحلى مديرة. بعد هلا رح يصير شغلك أنت. تمام. يصير هلا. ليش عم تحكي هيك؟ طلع فيهم وشوف قديش فرحانين ومبسوطين. فوزلان، زيرين قالت بدها تجيب سجناء. ايه اجباري، لانه السجن تحت التقييم، فعادي يصير هيك، ما ناقصة. لا تتشائم يا مراد، لا تشغل بالك، يعني فكر بايجابيه ليصير شيء ولا تدقق.
شايف صرتوا مع زيرين خلال يومين. يا الله. عن جد نحن احيانا بنكون مثل الاولاد الصغار. طلع فيني مثلا، قديش شايف شكلي جدي هلا. سنان بيك هون وهو ناطرك يا خانو. مرحبا، كيفك زيرين خانم؟ كنت منيحة قبل ما أشوفك. تفضل، كيف فيني ساعدك؟ بدي أعمل امتحان تعويضي لعذراء كايا هون بالسجن، وهي كل الأوراق المطلوبة موجودة هون. حبك للعلم لهالدرجة عم يدهشني سنان بيك. يا ترى بتهتم بباقي الطلاب مثل ما أنك عم تهتم هلأ بعذراء خانو؟ إذا تعرضوا للظلم فأكيد أنا بهتم. تمام تمام. أوراقك كاملة، فيكن تعملوا الامتحان، بس بالوقت اللي بحدده أنا. إيه كيف يعني؟ أنا بحدده، بدي نطرك بقاعة الانتظار ووقت عذراء تفضى مشان الامتحان. أنا رح أملكن كل الشروط، موافق؟ ماشي. ملتم، وصلي البيك على قاعة الانتظار. تفضل. يا حبيبي لنشوف شو رح تعمل. الكل عندي لشوف، هدول كلهم لازم تفوتوهم لجوا، فهمتوا علي؟ الكبار بالعمر يفوتوا اول شيء لهون، يلا وينطفوا، الشباب ياخذوا هدول وهدول كمان وهدول فوتوهم يلا. استني انت، هلا بيوجعك ظهرك بعدي انا بشيله. هي هي استنى، شو عم تعمل؟ رجعوا لمحله، اتركه بدي استعمله بكره الصبح، لا تشغلوني شغلتين. ما شاء الله، شو عم يصير معك يا ترى؟ شو عم يصير معك؟ ارفع اخي يلا خده، اسمع حكي انا. عم اقول لك اتركه محله، تنظيم الك والشغل النا، عم اقول لك من هلا، اتركه هون. لك انت مين اخذ رايك؟ التنظيم الي والشغل وكل شيء الي، لا تتدخل بشغلي يلا روح، روح من هون وعمل اللي بقوله وخلصني يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، كأنه قدامي عاصفة، شيلوا من هون وحطوا هون، أنا إنسان كمان في عندي بالنهاية روح شبك، لكن انتبهي على حالك لا تعصبيني، إذا بدك تشتغلي خليكي وإذا ما بدك روحي. بس أخذوا هدول من هون وحطوا هدول هون. قديشك مرتاحة أنت؟ بتعرفي هاد كم كيلو يعني؟ شبك ليش عم تطلعي فيني هيك؟ أنا ما حدا بيطلع فيني بهي الطريقة. شو عم بتقولوا لا؟ شو تفضلي؟ ليش هيك عم تحكي بسرعة؟ أنت مجنونة ولا شو؟ أنا مجنونة، اسمي دودو المجنونة، شو يعني؟ شو رح يصير؟ ما جبت شي جديد. اسمعي يا بنت، أنا ما باخد الأوامر هون غير من المسؤولين، فهمتي؟ إيه فهمت، أنا المسؤولة عن هي الجهة وعن هالحديقة، شو رح يطلع بإيدك؟ فهمني شو فيك تعمل يعني؟ امشي ارجع على شغلك وما بقى تعصبني اكثر. ها شو هالناس هدول يا الله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يا دودو، شبك انت وياه؟ والله ما عم اعرفك يا دودو، شو صار لكم انتو؟ كانه عم تضحكوا علي. ولك خليتي الرجال يتشهد على روحه هنيك. يا بنتي انت ليش عم تعيطي على الزلمه كانه سائح اجنبي وما عم يفهم شو عم تحكي انت؟ شو اعمل هالرجال بالعقل؟ ما فهم شو عم قول. اختي دودو خلاص، انا لقيت لك توام روحك، شوفي عصبي ولهجته مثلي. حسرات والله، على شو عم تطلعوا انتو؟ اشتغلوا يلا بقى. اذا في شي تاني بدك نشتغله قولي لي انا، لانه الرجال هون ما كتير بيفهموا بهي القصص. لا ما ضل في شغل. بالمناسبة انا اسمي حسن، انتي قلتي لي انه اسمك دودو ما هي؟ ايه. ستي كمان كان اسمها دودو، يعني اسم حلو كتير هيك قصدي. شوف قديش منفهم على بعض وقت منحكي على مهل. روح على شغلك يلا، لا تخليني عصب يلا يلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية انتي كمان. اوه يا عيني. والله وقعت هالدودو وما حدا سمع عليها. أنا قليلة. يلا يا بنات يلا.
دينيس كيف صرتي؟ صرت أحسن، شكراً. شو قدرتي تتذكري من وين أخذتي الموبايل ولا ما تذكرتي؟ الموبايل لإلي، قلت لك من قبل. أخذتي من عزراء؟ هذا الموبايل إلي. فهمت عليكي، لكن ما بدك تحكي. فيكي تحتجزيني هون قد ما بدك، بس ما رح تاخدي مني أي جواب تاني. أحجزك هون قد ما بدي، أحجزك هون قد ما بدي. لا، رح طالعك. بدي إياكي قدام عيوني على طول. صرتي منيحة دينيز؟ عم استنى الوقت اللي يصير فيه منيحة. رح يجي هالوقت، انتي مرة قوية. شوفي هون، مين هدول؟ زيرين خانوا فتحت الحديقة والسجناء الرجال اجوا يشتغلوا. رح تزرعوا خضار وفواكه هون. حلو، يعني الشغل بالأرض رح يفيد كل الناس. تماما، دودو مسؤول عن الحديقة. حلو، روحي لعندي لحتى تعطيكي شغل. تمام، شكرا. يعطيكم العافية. شكرا، أهلا وسهلا دينيس، تعالي لهون يلا. شوفي كيف صارت الحديقة. حلوة كتير، عنا شغل كتير، ما بعرف شو لازم نعمل. ساعدك بشي؟ تقدري؟ أكيد. ايه؟ خدي هاي. ها ليك، روحي لهنيك انكشي شوي مشان نقدر نشتغل مزبوط. يلا روحي. يعطيكم العافية. شكرا إليك. شو جبتيها؟ من وقت اللي شفتك ما بعرف شو صار فيني، سرقت اللي عقلي مني يا نور عيني يا نور. يلا كل السجينات يروحوا على غرفة الأكل. امشي بنتي. كيفك حسرت؟ أختي دينيز كيفك؟ تمام. هالشوربة طيبة كتير. وين الختيارة؟ بغرفتها، رح تاكل هناك. هاي أوامر زيرين. والله على عيني هالمديرة، أصلاً كان واضح من أول يوم مع مين رح توقف. ناجية، وين أمك يا بنت؟ شو يا عيوني، بتعرفي تاكلي لحالك ولا بجيب طعميكي؟ آه يا عزراء، سمعت لك إشاعة جديدة، قدرت ما عادت أمها، بدها تصير حمات بنتي. يا بتسكري تمك، يا بعرف أنا كيف سكر لك يا. والله كلهم عم يحكوا هي إنه ابن قدرت بده يصير صهرة لناجية. لك أنا شو قلت لك وليه؟ روحي لأذبحك وانتي خرسي بقى. بكفي انت وياها، كملوا أكل. ليش ضل في نفس؟ شفتي الحالة اللي بنتك فيها؟ دينيز الله يخليك حلي عني. كان معي حق باللي قلته، ما هيك؟ قدرت معنا حاسة فيكي ناجية، وعزراء ما رح تفهمك. أنا فهمانة وضعك هاد، أنا الوحيدة اللي حاسة بقلبك كيف عم يحترق من جوا وكيف ما بتقدر تنامي بالليل. أنا حاسة فيكي كيف عم تتوجعي. ليكي أنا ما قدرت أنقذ بنتي، بس ساعديني لحتى أقدر أنقذ بنتك. كيف بدك تنقذيها؟ أمني لي مقابلة مع أهل. أنت بس ساوي حاولي تجيبي لهم وتركي الباقي علي ناجية، مو كرمالي. ناجية ساوية كرمال بنتي.
ما فيني ساوي يا دينيس. آسفة. يا خانم. ها اللي شو ساويت وجدي؟ مو كأنك مطنشني ومانك سائل عني بالمرة؟ لا أبداً، عم حاول كل جهدي دبر لك المصاري، بس هلأ مستحيل. ايمت مو مستحيل؟ يا خانم عم حاول بس بدون ما يعرف قال. والله إذا عرف بالموضوع بيقوصني بأرضي. انت لا تشغل بالك بقلب، عقله هلأ بمكان تاني، حتى إنه مو دريان بإنه سحبنا مصاري من حسابه الخاص. نحن بحاجة للمصاري مشان نرجع نبني إمبراطوريتنا من جديد وجدي. ماشي طيب. ماشي أنت حل هذا الموضوع. نحن ليش أمهاتنا هيك قال؟ نيناتهم محبوسين بالسجن. بالسجن. لا تشغلي بالك، لا تفكري. شو بيعرفني؟ الأم بالعادة مفروض تكون بالبيت أو بالشغل، بس مو مفروض تكون بالسجن. تعالي لهون، تعالي. مو معقول عن جد، شو عم تعملي يا بنت؟ اوعك تغشي. ها أوزلام حبيبتي. أوكتاي نشكر الله لأنك إجيت، لأنه كنت رح جن لحالي. كيفك هلا؟ كيف بدي كون أوكتاي؟ عشوي كنت رح جن. لك كيف نايمة شوف؟ مو قدرانة تتحرك. الدكاترة ما قالوا لك شي؟ لا والله ما قالوا لي ولا كلمة. قال لسه بكير كتير وما في شي نساوي غير نستنى. من لما جابوها نايمة. أوزلام طولي بالك وروقي ماشي؟ أمك مرة قوية ورح تتعافى لا تاكليهم ماشي؟ رح روح أحكي مع الدكاترة لشوف شو رح يخبروني عن حالتها. أمي أمي يلا أمي. لا تترددي، حركي بسرعة. ممتاز ممتاز، سيطري على فراغ منافسك، ولا تنسي أبداً إنه لما تلمسي السيف فأنت أقوى شخص بالعالم. خلي ثقتك بنفسك كثير عالية. كوني هادية وصاحبة قرار. اختيار الوقت المناسب للهجوم مهم بنفس حجم أهمية الهجوم. خلي اختياراتك صحيحة. لازم تتجاوزي القضبان اللي حابسة حالك وراها. لازم تطلعي من الحبس اللي حابسة حالك فيه. ولازم تثبتي إنك الأقوى، أقوى شخص بكل العالم. مشي منافسك على كيفك.
قدرة بلشت ترجع تشوف حالها من أول وجديد. إذا ضلت هيك ما فينا عليها. وهي زيرين كمان ربطت لنا إيدينا ورجلينا، ما عم نقدر نساوي شي بنو. هاي اللحظة اللي لازم نتصرف فيها يا بنات. الشي اللي ماني عم بفهمه، كيف قدرة فجأة هيك رجعت قوية؟ حتى إنه عم تدخل بضاعة السجن. طيب وشو خطتك أختي؟ مو خاطر على بالي أي شي. طب شو نساوي عزراء؟ فرق تسد أختي. لازم نخلي قدرة وحيدة وبس. ما بعرف إذا لازم نهجم عليها هي بالأول ونخلي جماعتها يخافوا ويطلبوا حمايتنا. هيك بينتقلوا على سجون تاني وقدرة بتبقى لحالها وبتضعف أكتر. والله يا عزراء، اللي خطر على بالك ما بيخطر على بال الشيطان. هي ما أنا فكرة عظيمة يعني، بس على الأقل ممكن تفيدنا. يعني بدك تقولي خطة طوارئ. طبعاً برأيي لازم نبلش بالحلقة الأضعف. ناجية. بكرة الصبح بحكي مع حسون، بزبط الوضع ومنبلش فيها من أول النهار. قولي الله. أي والله تمام. اختي دينيس، انتي شو عم تساوي هون؟ كنت عم دور على شغلة مضيعتها. عم تدوري على شغلة؟ كيف يعني فهميني؟ الحقيقة كنت عم دور على شغلة لازمتني. ايه وشو هي؟ اختي دينيس، بيلتقى عندك فرشاية للشعر؟ في يعني ليش؟ لك بدي زبط شعراتي شوي وحط مكياج على وشي. ما فيني احكي هالشيء قدام البنات، بصيروا يتمسخروا علي ويقولوا لي زبطتي حالك كرمال حسون. قلت بجي بشوف اذا بلاقي عندك. ماشي يعني موجوده الفرشايه، بس لك يا اختي بدي تساوي لي مثل هالصوره. تمام ماشي. لك انا شو ناقصني لكون مثلهم؟ لا يا حسرات، مو ناقصك اي شيء. ما هيك أصلاً أنا بشوفهم بيطلعوا على التلفزيون بيضحكوا وبيرقصوا، لك أنا شو ناقصني لأكون مثلهم؟ مو ناقصك شي حسرت. هاتي مسكي. ليكي أخذت غراض المكياج هدول من غرفة الصبايا. عظيم، برافو يلا عليك. يلا تعالي. وهي علبة فيكساتور، أعطيني الصورة من عندك. تفضلي. وهلأ ليكي بدي شعري منفوش مثل الصورة والشفاف يكونوا واضحين مثل تماما. ماشي. والخدود يكونوا مسحوبين على طول وشي وبهالشكل. تمام، بس لازم تخففي أكل كرمالهم. ايه تمام، عم نحاول نخفف. تمام طلعي. شو عاملة قولي لحتى وشك هيك مخربط؟ قولي شوفي مع مين متخانقة ناجية؟ مع البنات معلمتي. قدرات رح يفتشوا السجن اليوم، انتبهي منيح. شوفي تفتيش وقولي. مخدرات. ليكي ملتم، نحن ما عنا هيك قصص بالمرة. شي مرة شفتي هيك شي هون؟ يتفضلوا إلي لون يجوا. تفتيش تفتيش. قدرات اسمعي شو قلت بلا هالحكي هلأ وانتبهي منيح. ليكي روحي، إذا كان بدك تشتغلي لمصلحتي لازم تنسي إنك بنت قوية. هذا التنبيه رح يكون الأول والأخير. سمعتي يا روحي؟ يلا هلأ روحي وارجعي لنا بأخبار حلوة ملتم خانم. يلا. في تفتيش، يلا نطفو منيح. بسرعة تصرفي. يلا. تمام. عزو عزو عزو، في تفتيش، زبطي كل شي. يلا. خدي مسكي هاي خبيها منيح. يلا خلصيني روحي. رح نفتش كل مكان بالسجن. اي مثل ما بتأمري. نظيف؟ طبعا نظيف. المكان هون نظيف كأنه مغسول بالصابون.
زعلت ها؟ شفتوا؟ بتوجع وقت بتضحك. حاجة طحوني. ارفعوا ايديكم يلا، الكل ايديه فوق راسه. يا ربي. حضرة المديرة، لا تكوني مضيعة شيء. تعجبني طاقتك وهالإعجاب متبادل. ارفع يديك. يعني بدك تفتشيني خصوصي؟ شو هي؟ ما بعرف شو. صرتي انتي حرامي السجن. بنوب انا ما بسرق. حضرة المديرة، لقيت هاي بزبالة المشتركة. لمين هاي؟ عم قول لمين هاي؟ مو لإلي. لمين هاي؟ احكوا. طلعوا الكل لبرا يلا. يلا كلكم لبرا. يلا طلعوا يلا. يلا تحركوا. تحركوا كلياتكم لبرا. يلا خلصونا تحركوا. امشي. يلا يلا تحرق. ايه يلا يلا بس روقي شوي بسرعة. شو؟ ليش طالعونا كلنا؟ قسمنا نظيف كتير مثل المسك. هاي أوامر المديرة. أوامر المديرة على راسي. ليش وقفونا هون؟ والله بسبب أفكار حسرة العبقرية. شو بكون؟ شو عرفني إنه رح ينكشوا الزبالة أنا؟ خرستي. بما إنه الكل هون، رح أسألكن لآخر مرة، هي لمين؟ طيب لا تحكوا، رح تبقوا هون كلكن لحتى حدا فيكن يعترف إنه هي لإله. رح تبقوا هون. أكل ممنوع، قعدة ما في، زيارات ممنوع، تليفون ممنوع. لنشوف قديش رح تتحملوا هذا الوضع. منين طلعت لنا هالسكين هلأ؟ حدا بيعرف لمين هاي؟ مو معقول. شو هالحظ هاد؟ ليش هيك صار معي؟ لمين هالسكين وليه؟ لمين فيكن؟ يلا احكوا. شو دخلك؟ أنا انتهيت. ايه علي صوتك خليهم يسمعوك. ما بيحق لك تعملي هيك زيرين خانوم. حكيت شي مراد بيك؟ ايه. ما بيحق لك ابنهم. ويا ترى هنن بيحق لهم انه يبيعوا مخدرات ويتعاطوها ويضربوا بعضهم ويستخدموا السلاح كمان؟ أنا بفهم هالكلام منيح يا خانو، بس الأسلوب. هذا الأسلوب المناسب. إذا عندك مشكلة معي خلينا نتحاسب بالقانون. حلو المطر. الله يلعب. شفتكن احلى من هيك؟ شو هاد؟ شو بهون؟ ليش هيك خبنا حلو؟ ايه والله ليش من البريد؟ شو هالمره هاي؟ آه مو حرام عليهم؟
والله بعد كثير قدرة تعملي شيء. هالمرة ما عندها رحمة. تجمد هون. نزل السكر معي من الجوع. لا لا تخليني بلش فيكي. قولي شو هذا انتم ما في قلبكم شو بدكم تعملوا؟ تعالي لوين هربانة؟ ليش ما بتواجهينا؟ ايه وين رايحة؟ زيرين خانم ما بتسمح لي، ما بقدر افتح لكم. شو صار لك أسلام؟ افتحي الباب. خلوا الدكتورة تجي لهون. شو هالمخرة؟ شو هالمخرة؟ يعني المخلوقة والها تفوتي المخلوقة. رجع فورا بس تفيق. شفتيها كيف كذبت عليهم وطلعت من هون؟ حلال عليها. يا ممرضة مراد بك. شوفي دينيس فقدت الوعي فجأة، واقفة كل اليوم مع تعب وجوع، طبيعي توقع. هالمرة مو إنسانة. تمام أنا رح أتصرف. أنا طالع. طيب شكرا إلك. دينيس شو صار لك؟ أنا بتوقع نزل ضغطي شوي هلا، ماني أكل إشي. تمام أنا رح روح جيب لك أكل وبعدين رح إجي قيس ضغطك. يا الله دخيلك. إنه نزل ضغطي كتير من الجوع، والله خايفة أفقد وعي وأوقع على الأرض. أنت أي نوع من الناس حسرة؟ كل هالشي اللي نحنا فيه لساتك عم تقولي إنك جوعانة؟ بعدين بتستاهلي. ليش بستاهل يا رفيقتي؟ خلينا ما نحكي بالسيرة قدام كل العالم اللي هون. ستي كيف المزاج بهالأجواء الرومانسية كلها؟ حلو كتير والله، هوا نظيف وشمس. والله أنا مبسوطة كتير. ممتاز. بتعرفي شو رح خبرك؟ إليك معي أمانة ولازم أني أعطيك إياها مفاجأة. وليه؟ هاي كيف وصلت لعندك؟ العصفورة. أعطيني إياها. اوعى تلعبي معي. ارميها لشوف. عامل لك ارميها. عن جد هاي القطعة حلوة كتير. هاتيها لهون. هاي رميتها. اهدوا.
شو هاد؟ شوفوا اطلعوا ليك ايش هلا عين تتمشى خلاص حسرت سكتي ولا تقلقي زيرين خانم شو في يا خانم نسيت موبايلي هون وين دينيس فقدت الوعي وقعت على الارض فجاه بعدين نقلوها على المستوصف شو